يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد ل10 صفحه الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. الحقيقه في الفتره الاخيره وبعد ازمه كورونا ظهرت مبادرات كتير جدا غيرت من مفاهيم واساليب البعض مننا فيما يتعلق بنمط الحياه بشكل عام، وفيما يتعلق بقى بالرياضه بصفه خاصه. كان في اكتر من مبادره رياضيه لحياه صحيه افضل. من ضمن هذه المبادرات مبادره بتحمل عنوان ملفت جدا للنظر الحقيقه، بعنوان ساعه رياضه الساعه 7. ودي طبعا المبادره اللي اطلقها دكتور عباده الجزار وهو مدير عام البرامج البدنيه في وزاره الشباب والرياضه، واللي منورنا النهارده عشان نتكلم معاه في كل تفاصيل هذه المبادره. صباح الفل على حضرتك ومنور الدنيا. صباح الخير يا فندم، صباح الرياضه، صباح النشاط ان شاء الله. صباح الفل وفي 10 الصبح، ويعني حلوه اسم المبادره. انا وكريم لما قريناه الصبح واحنا بنجهز مع بعض عجبنا جدا، بس كنا عايزين نسال اشمعنى 7 الصبح؟ والله اولا بان لحضراتكم تحياتي للاستاذ الدكتور اشرف الصبحي وزير الشباب والرياضه، ودي مبادره اطلقتها وزاره الشباب والرياضه. الفكره في المبادره ان الناس تمارس رياضه قبل ما تنزل الشغل، قبل اول ما تصحى من النوم، زي ما احنا شفنا كده في الانترو بتاعت البرنامج ان احنا عندنا فوائد الرياضه صباحا، ومن ضمنها ان احنا عندنا كمان الرياضه في صباحا احسن من الرياضه مساء. الجزء الاولاني احنا اشتغلنا رياضه 7 الصبح، تبدا اليوم فريش وكده في طاقه. صح، كمان كان في وجهه نظر ثانيه لوزاره الشباب والرياضه مختلفه عن موضوع بس الرياضه. الرياضه فيه ثلاث شركاء ليها، اللي هي رياضه 7 الصبح في ثلاث شركاء. الشريك الاول اللي هو الاداره العامه للبرامج البدنيه، الشريك الثاني مكتب الرابط الالكتروني والتحول الرقمي بوزاره الشباب والرياضه، الشريك الثالث مراكز الشباب والبيت. اوكي، طب التحول الرقمي ده التيالي يعني جاي في وقته بالنسبه لكم، لان انتم معتمدين كمان على تقنيه الزوم على حد علمي. بالظبط، احنا الفتره الاولانيه من جائحه كورونا السنه اللي فاتت الحمد لله في الموجه الاولانيه كانت وزاره الشباب والرياضه اشتغلت بشكل شبه طبيعي، اشتغلنا من البيت، اشتغلنا اونلاين، قدمنا حولنا برامجنا كلها اونلاين، اشتغلنا على برنامج زوم على منصات مايكروسوفت تيمز، اشتغلنا على شغل كتير جدا. كانت الوزاره اللي بتحاول ان هي تساعد الناس في البيت ان هم يقضوا وقت مفيد مش وقت ضايع. يعني احنا عندنا مثلا برامج في الوزاره، برامج تعليم تدريب اونلاين، حولنا معظم البرامج بتاعتنا او كلها الى شغل اونلاين. يمكن جائحه كورونا ساعدتنا شويه في ان احنا نتحول نحو العالم الرقمي بشكل سريع جدا، ويمكن لو هي اجبرتنا الحقيقه، مش مجرد ساعدتنا، ده غصب عننا بقينا كده. هو يمكن دي الحسنه الوحيده في موضوع فيروس كورونا، ان احنا فعلا بدانا، يعني الدوله المصريه بدات تاخد خطوات كبيره جدا نحو التقدم. الساعه 7 الصبح ليه وايه الفكره في الموضوع؟ هو احنا يعني بصراحه شفنا فخامه الرئيس بينزل الكليه الحربيه، بينزل يمارس رياضه الصبح بعد صلاه الفجر، يركب عجل يجري مع طلبه الكليه الحربيه. طب ما احنا وزاره الشباب والرياضه والمفروض دورنا، فمعالي الوزير اشار ان احنا نبدا كل واحد يبدا يفكر في الشغل بتاعه، ازاي انك تطور شغلك وتتعايش مع الفتره الحاليه، وازاي ان انت خد فرصه وابدا واشتغل، وحتى لو انت غلطت في الشغل مش هيحصل حاجه، هي القصه بس ان انت بس جرب واشتغل واتعامل. فسبعة الصبح انطلقت في الاول، اول مره اشتغلنا كانت فكره مجنونه شويه بالنسبه لنا ان احنا نفتح مركز الشباب الساعه 7 الصبح ونشتغل. هو مين المجنون اللي يعمل كده؟ اول مركز دخل معانا 13 مركز شباب، دي كانت اول مره في بدايه شهر واحد شهر يناير. وبعدين 13 مركز لقينا الناس بدات تقبل على الموضوع، ثاني مره لقينا 65 مركز شباب، الموضوع بيزيد، ثالث مره لقينا الناس بدات تبعت على الواتساب بتاع المبادره وبدات تتعامل على صفحه الوزاره وجروب الرابط الالكتروني، احنا عايزين نفتح المركز اكتر. طب نشتغل كمان من البيت؟ طب نشتغل من البيت. بدأنا نتواصل مع مركز الشباب، واحنا عندنا فريق اسمه فريق الرابط الالكتروني، الفريق ده عدده لغايه النهارده 4100 عضو. ما شاء الله. احنا مركز الشباب في الوزاره على مستوى الجمهوريه 4370 مركز شباب، منهم 4100 مركز فيهم مسؤول رابط الكتروني. مسؤول رابط الالكتروني ده بيدخل الداتا بتاعت المركز اللي هي العضويات والنشاط والكلام ده، وده يمكن اشتغلنا فيه من سنه 2018. من شهر 12 بدأنا ان احنا ندخل الانشطه بتاعت وزاره الشباب والرياضه، ونعرف الشاب يعرف ازاي المركز هيشتغل. يعني النهارده يقدر الشاب يدخل على صفحه وزاره الشباب والرياضه ويعرف النشاط اللي المركز ينفذه من 1/6 ل 30/6. 1/6 اللي هو اول يوم النهارده. تمام. اللي لسه بادئ. احنا بنبدأ تسجيل من يوم 25. من يوم 25 في الشهر نبدأ نسجل النشاط اللي لسه هيتنفذ، وده برضه كان نتيجه دراسه عملتها وزاره الشباب والرياضه، ان الشباب على صفحه الوزاره بدأوا يقولوا حضراتكم بتعلنوا عن الانشطه بعد ما اتنفذت. فاحنا طبعا وحده الدراسات عندنا والشغل بتاع مركز الشباب والرابط الالكتروني بدا يشتغل على الشباب عايز ايه، الشباب بيفكر في ايه. بدانا نرجع خطوه لورا، نبدا نقول له الشهر الجاي ان شاء الله هتعمل نشاط 1 2 3 4. كويس. اداره البرامج، الاداره العامه للبرامج البدنيه دي شغلها على جزئين، الجزء الاول دوري مركز الشباب، وده بيخدم حوالي 20,000 فرد من الشعب المصري، فئه الشباب. الجزء الثاني اللي هي المبادرات، ودول خمس مبادرات الحقيقه، هم خمس مبادرات انطلقوا من ساعه رياضه 7 الصبح. المبادرة الأولى اللي هي ساعة رياضة 7 الصبح، المبادرة الثانية ساعة رياضة كل يوم في محافظة الساعة 5 مساء، وده هنتكلم عنها. المبادرة الثالثة اسمها اليوم المصري للشباب والرياضة، انطلقت بقى من 7 الصبح حاجة تانية اسمها مسابقة أفضل خمس مراكز في ساعة رياضة 7 الصبح. طب خدنا واحدة واحدة بقى يا أستاذ. فرهدنا من الدكتور فرهدنا. آه
ناخد واحده واحده. خلينا نبدا ب7 الصبح ونشوف يعني علشان تطبق المبادره بتبقى جيده جدا لما بتنطلق، ولكن احنا عايزين نعرف اليات التطبيق ازاي ومين اللي بيشارك واعداد اللي بيشاركوا عشان برضو الناس تبقى واصله لها المبادره تحديدا ازاي اجواء حواليها. هي المبادره عامله زي البرنامج بتاع حضراتكم كده بالظبط، في فريق اعداد، في فريق تنفيذ، في متابعه وتقييم بعد كده. فريق الاعداد ده مكتب الرابط الالكتروني، وده الشريك الثاني اللي هو بيعمل اعداد للموضوع، وبنبدا نبعت لينك زوم لمسؤولين الرابط الالكتروني في مراكز الشباب، يبدا هو ينسق مع مركز الشباب ويعمل دعوه للناس. اشتغلنا على جزئين، الجزء الاول ان مركز الشباب بيجيب الاعضاء في المركز ويجيب المدرب بتاعهم سواء كان كاراتيه او كونغ فو او حتى لياقه بدنيه، او حتى لو ما فيش مدرب ومدير المركز بيدخل بيجيب الاعضاء اللي هم عايزين يمارسوا رياضه او حتى رياضه المشي او الجري في التراك بتاع الملعب بتاع مركز الشباب. من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها حاجات يعني حاجه مشجعه جدا الفتره اللي فاتت دي، ان في مراكز شباب داخله تطوير في مبادره حياه كريمه اللي فخامه الرئيس اطلقها. مراكز شباب دي الواقع بتاعها بيقول ان هي مقفوله ما فيش نشاط. امبارح واول امبارح وقبله بدانا نشتغل نلاقي حياه كريمه، المركز داخله حياه كريمه داخله معانا في مبادره 7 الصبح و5 اخر النهار. طب انت ازاي هتشتغل؟ لا احنا عندنا مكان في المركز لسه ما دخلش تطوير احنا نشتغل فيه. حلو التعاون ده بالظبط. الجزء الثاني بدانا نلاقي مراكز شباب بتقول لنا الناس بدات تيجي على المركز تسال انتوا هتشاركوا بكره ولا لا في ساعه رياضه 7 الصبح، لان احنا عشان نقنن برضو الموضوع عملنا حاجه ان احنا اضفنا ساعه رياضه 7 الصبح وساعه رياضه 5 مساء للخطه بتاعت مركز الشباب. احنا عندنا مركز الشباب عنده خطه من 1/7 ل 30/6، الخطه دي بتتمول ذاتين من مركز الشباب من الموارد بتاعته. مع الوزير اشار ان طالما الموضوع ده بدا ينجح وبدا يشتغل وبدا يعمل شغل كويس مع الناس، طب ما احنا نعمله ادراجه في الخطه ويبقى مشروع رسمي. المشروع ده هيتنفذ ازاي؟ هيبقى مره واحده لكل مركز يدخل فيها اونلاين مع الناس 7 الصبح، وباقي الايام ممكن ما يدخلش يشارك عادي خالص. طب الحكايه نفسها بتمشي ازاي؟ يعني لو انا دلوقتي سجلت اسمي مثلا معاكم عشان اشارك معاكم في المبادره وهبقى متابع معاكم من خلال تقنيه او خاصيه الزوم، تمام، اللي بيحصل ايه بقى؟ يبقى الناس كلها بتبقى اونلاين موجودين الساعه 7 الصبح، كل واحد فاتح الجهاز بتاعه او يعني تمام، وبيبقى فيه مثلا زي انستراكتور او مدرب وبيعمل تمرينات رياضيه واحنا بنعمل زيه من خلال عبر الشاشات يعني. قبل رمضان كنا شغالين اللي هو متابعه رقميه لمراكز الشباب في 7 الصبح، يعني نشوف المركز هيشتغل معانا ويشارك ولا لا. اثناء رمضان طبعا ما كانش ينفع 7 الصبح، فاشتغلنا امسيات رمضانيه، امسيات رياضيه رمضانيه okay. وبدانا نشتغل فيها قران وتواشيح وابتهالات، وعملنا كمان ترانيم يعني كمان في okay. في الامسيات okay. الرمضانيه عملنا ترانيم، كانت اشهر ترنيمه عملناها كانت في محافظه الفيوم، ودي كانت في حفل توزيع جوائز القران الكريم. بس ده ملوش علاقه بالمبادره لان دي حاجه ودي حاجه. لا هي رياضة. هي منها رياضه بس ده رياضه شامله واحده. رمضان رمضان جو رمضان فرض ان انت لازم تطور المبادره، بس عملتوا رياضه برضه رياضه رياضه مع التواشيح مع الابتهالات مع الترانيم okay. فبدات الموضوع ان ازاي حفل القران الكريم في فقره ترانيم. هي الفكره ان الرياضه مش بس رياضه الجسم، في رياضه الروح واحنا بنشتغل على كده. فالقصه ان حضرتك كل شويه بتطور المبادره. بعد رمضان قلنا لازم يعني لازم نطور المبادره ويبقى في حاجه مختلفه، اضفنا ليها ثلاث فقرات. الفقره الاولى اللي هي المدرب المنزلي. المدرب المنزلي دي اللي كنت بكلمك عليها. لحضرتك كنت بتكلم عليها حالا. المدرب المنزلي احنا عندنا كل يوم جمعه وسبت وثلاث اللي هم وقت تنفيذ المبادره، عندنا مدرب متخصص خريج تربيه رياضيه او واخد دورات تدريبيه بيشتغل من البيت. بعد كده بس هي تمرينات من البيت. انا دي البيت. انا وكريم كنت بوصلنا او للجمهور، بس ازاي هعمل زوم في المشي في التراك؟ الزوم في المشي في التراك الفريق الموجود في المركز. احنا عندنا دلوقتي حد بيشارك من البيت، الاطفال والموجودين في البيت او الاسر اللي موجودين في مركز الشباب. حضرتك هتلاقي مركز الشباب عنده مدرب، المدرب ده مع الفريق بتاعه بيبدا يمشي مع المدرب او يمارن تمرين سويدي او حتى يلعب كاراتيه او كونغ فو او اللعبه اللي هو عاوزها. المهم ان يبقى في مركز شباب مفتوح الناس تيجي تشارك، مش بس عضو مركز الشباب على فكره، يعني الدعوه كده مفتوحه سواء كنت عضو او غير عضو. انت مش شرط تشارك في المبادرات، بس احنا بنقول كمان لازم يكون لك عضو في مركز الشباب، اقرب مركز شباب عندك يبقى لك عضو فيه. والعضويه سهله وكده عشان الناس تبقى عارفه، مكلفه ولا لا؟ على فكره معظم مراكز الشباب عضوتها من 5 جنيه ل 50 جنيه في السنه. تمام حلو جدا. لكن الالعاب اللي هي زي الكاراتيه والكونغ فو والكلام من ده بيبقى ليها بقى اشتراكات. بالظبط كده. من الامور الجميله جدا ان احنا بقينا مؤخرا بنتكلم كتير عن نشاطات وفعاليات مختلفه بتنظمها وبتقوم بيها مراكز الشباب المختلفه، لان في وقت من الاوقات كان كلمة مركز الشباب يعني ابتدى يفقد معناه الحقيقة. يعني زي فيلم التجربة الدنماركية أيوة. كان مركز الشباب بالشيشة، كان وده كان حاصل إلى يعني إلى حد ما كان واقع في فترة ما يعني طبعا. ففي طفرة ملحوظة في هذا الإطار الحقيقة طبعا. يعني أكيد تحية لسيد وزير الشباب والرياضة ولكل القائمين على الوزارة
لان في رد فعل ملموس، كان حد رمى طوبه في المايه الراكده اتحركت الدنيا. بقينا نقول كلمه يعني مراكز شباب كتير في الفتره الاخيره. ويمكن سياده الرئيس برضو هو كان مهتم جدا بمراكز الشباب، احنا قلنا الخبر ده، يعني هو كان حاطط في دماغه فكره الاهتمام بالرياضه ومراكز الشباب. شفنا كم كبير جدا، وزي ما كنا بنقول برضو تطوير لحتى مراكز الشباب موجوده، يعني احنا بنينا وفي نفس الوقت طورنا حاجات موجوده. حضرتك بالنسبه لتطوير مراكز الشباب والفكره اللي بدات الصوره الذهنيه اللي عند الناس تختلف، هي فعلا تجربه الدنماركيه كانت حط ايدها على بعض المشاكل، وما فيش حد ينكر ان في مشاكل في مراكز الشباب. ويمكن حتى معالي الوزير في كل لقاءاته بيقول احنا عندنا 4370 مركز شباب، اكيد هتلاقي فيه مستويات، فيهم المستويات دي هتلاقي المركز اللي هو السوبر اللي عنده كل الانشطه، المركز اللي هو المتوسط اللي بادئ يقوم ويشتغل، المركز اللي لسه محتاج. ويمكن موضوع المتابعه الرقميه اللي هتنطلق ان شاء الله من يوم 15/6، عندنا المبادره الخامسه بقى الاخيره دي اللي لسه هتبدا ان شاء الله 15/6، اللي هي 100 نشاط 100 مركز شباب كل يوم. احنا دلوقتي قلنا 100 نشاط في 100 مركز شباب كل يوم، يوم. بالظبط كده، بحيث ان احنا نوصل اخر الشهر على تبقى غطيته ال 4000. بالظبط كده. أوكي. الفكره في المبادره دي ان احنا مراكز الشباب بتسجل الانشطه بتاعتها من يوم 25 لغايه يوم 5، تمام كده. الانشطه دي احنا بنعرفها وبنعمل عنها احصائيات وبنحلل وبنبدا نشتغل عليها ونعرف الافكار الموجوده، لكن هل احنا دلوقتي بدانا نتابع الانشطه دي؟ طب ما احنا عندنا مش عندنا العدد الكافي اللي ينزل يتابع النشاط. غير كده الناس كلها بتهاجم مركز الشباب، يعني من وجهه نظر الناس اللي بتعدي قدام مركز كده شايف يافطه موجوده ومتعلقه المركز، في مركز شباب موجود، لكن ما بيحاولش يدخل جوه مركز الشباب. احنا بقى بنقول كوزاره الشباب والرياضه تهد السور ده، هتهد السور ده فيرتشوال وتخرج بره للناس. حضرتك بتقول المركز الشباب اللي عندك ما بيشتغلش او اللي جنبك مش شغال، لا، مركز الشباب اهو استناه يوم مثلا 16/6 عنده نشاط 1 2 3 4، ومش هنطلب من الناس كمان ان هي تستنى عشان تبص على الابلكيشن موبايل، لا، احنا هنجي لك وهنقول لك في البيت كمان في مبادره الساعه الرياضه 7 الصبح في الصفحه الرسميه للمركز لوزاره الشباب والرياضه، صفحه مركز الشباب. ودي حاجه كانت مهمه جدا عملناها، ان بقى دلوقتي موجود حوالي 3700 صفحه ل 3700 مركز شباب. دول مربوطين كلهم بجروب واحد، الجروب ده فيه الادمنز بتوع صفحات مركز الشباب، اسمه جروب الربط الالكتروني المتحول للرقم. وبدانا ندرب مسؤولين مراكز الشباب ان هم ازاي يعمل بوست، ازاي يعمل اعداد، ازاي يصور اصلا الصوره، ازاي يعمل لايف على صفحه المركز، ازاي يشارك، ازاي يعمل منشن للعضو اللي بيشارك ده عشان نضمن العضو ده يشير الصفحه عنده. دي حلو جدا، تدريب اصلا القائمين كمان على الامر. يعني احنا كان زمان ده منسي الى حد ما، يعني كنا عارف حتى نقول ان احنا هنعمل مبادرات والمعلمين نفسهم او المدربين كنا بننسى ان احنا ندربهم، فدي نقطه مهمه جدا يمكن خدنا بالنا منها برده فتره، يعني بقالنا كذا سنه. فحلو جدا، انا كنت هسال حضرتك كده في النقطه دي. الحاجه الثانيه اللي انا عايزه اسالها برده، طيب انتوا دلوقتي لما بتعملوا حاجه زي كده كمان السيدات او البنات فيهم يعني نصيب من ده، وهل فعلا في مشاركه حقيقيه والاعداد تخليني؟ طيب احنا اتفاجئنا ان احنا عندنا الاسبوع اللي فات كان في مركز شباب السلام في بورسعيد. بص حضرتك بنقول بالاسم اهو عشان كويس جدا. مركز شباب السلام في محافظه بورسعيد كان عنده مدربه منزليه اللي كانت بتدرب اونلاين، مدربه. جميل، تمام كده. النهارده واحنا بنشتغل على اللايف مفاجاه كده، لقينا حد داخل بزوم ومعاه 3 بنات، موجوده الصور دي كلها انا بعتها لحضراتكم، موجود 3 بنات بيلعبوا من على البلاج في مركزين شباب، مركز شباب في بورسعيد والمركز شباب تاني اسمه الشموت في القليوبيه. المركز بتاع بورسعيد مش فاكره، بس هو في بورسعيد النهارده الصبح كان بيلعب على البلاج. صور نت، صور حيه. ده مركز شباب الشموت النهارده. فالمنظر في الاول كان عندهم مشكله في الصوت ان هو ان انا اتواصل معاه. أيوة. كلمنا مسؤول الربط الالكتروني في المديريه، حضرتك كلمني المركز ده دلوقتي يدخل معانا يتصرف. لما بنسالها حضرتك عملت كده ازاي؟ قالت لي احنا في اجازه النهارده، اجازه، احنا في اجازه مش في الشغل، وفكرنا احنا نخش معاكم. طب الفكره في الموضوع ان احنا عايزين كل اللي على البلاش دول يدخلوا معانا المبادره دي. حلو ان في استحسان والناس ابتدت تتفاعل معاكم وتشارك كمان، مش بس تستحسن من بعيد، لا، بتشارك بنفسها. الفكره في المبادره الناس، يعني احنا في الاول بتبقى الفكره صعبه شويه، مين اللي يصحى لك الساعه 6 الصبح؟ احنا بنبعت اللينك من 5:30 وبنصح مسؤولين الربط الالكتروني من الساعه 5:30 اصحى معايا، اصحى وافتح الكاميرا بتاعتك واشتغل. بيبدا يفتح المركز من الساعه 6 من 7 الا ربع او 7 الا ثلث، بنبدا نشتغل معاه، بيبدا المدرب المنزلي يتكلم مع الناس بالراحه باسلوب كويس. غير كده بيعلم الناس في البيت ازاي تستخدم ازازه الميه في انك تلعب بيها بدل الدمبلز، بيعلم الناس ازاي تستخدم الفوطه، ازاي تستخدم العصايه بتاعه اي حاجه، ازاي تستخدم الارض وانت تشتغل بيها من غير البساط او المخده او حتى لو ما فيش اي امكانيات برضه نقدر. بالظبط كده. الناس معانا مركز شباب اسمه كفر ميت العز في الدقهليه، عمل ابتكار كده كويس، جاب العجله العاديه وعمل لها 2 حامل كده خشب وبدا يستخدمها كدرجه هوائيه.
يعني بدأ وعرضها. من ضمن الحاجات اللي احنا فعلا بنحاول نعملها ان كل واحد عنده خبرة في حتة او عندك شاطر في حتة او عندك مبادرة وفكرة كويسة تعال عرضها. الجزء الثاني اللي هو المبادرة الثانية غير المدرب المنزلي عملنا حاجة اسمها اللي هو الجزء بتاع أمراض سوء التغذية والنحافة والسمنة. بنجيب دكتور متخصص ويكون حد معروف وحد كويس. وعلى فكرة الفرصة كمان في المبادرة دي ان كل الناس اللي شغالة فيها متطوعين. يعني المدرب المنزلي ده بيجي متطوع ما بياخدش حاجه من الوزاره. الخاص بالدكتور بتاع التغذيه وامراض سوء التغذيه بيجي متطوع. والناس بدات هي اللي تطلب انا عندي ماجستير في كذا وعندي دراسات في كذا ادخل معاكم واتكلم عن المبادره. حلو. طب دكتور عباده عامه الوقت تقريبا يعني بيخلص خلاص، بس انا عايزه اروح او اختم حضرتك بالنقطه الخاصه بفكره تغيير الثقافه، لان احنا كان بجد ثقافتنا مش مياله قوي للرياضه، ناس معينه هي اللي كانت بتمارس الرياضه وبتبقى لايف ستايل بتاعهم بس. مؤخرا شفنا ده وفكره ان الدعم جاي من الرئاسه، فدي حاجه كانت مشجعه بشكل كبير جدا. فده انعكاساته بما ان حضرتك يعني خبير في هذا الملف، الاعداد الاقبال، يعني كلمنا عن تغيير الثقافه لان ده مهم، او نختم بالنقطه دي. طيب انا بس هتكلم في موضوع تغيير الثقافه ده بمفهوم اطلقته وزاره الشباب والرياضه اللي هي مراكز الشباب خدمه مجتمعيه. مراكز الشباب خدمه مجتمعيه ده مفهوم ظهر مع الفتره اللي فاتت دي خاصه في فتره كورونا. يعني احنا النهارده لما نلاقي مركز شباب بيتعاون مع وزاره الصحه في ان هو يقدم اللقاح للمواطنين في جزئين. الجزء الاول ان الناس تيجي تقدم تكتب اسمائها وتسجل، ونساعدها كمسؤولين ربط الكتروني في المديريات ومراكز الشباب ان هم يسجلوا على موقع وزاره الصحه لانه مش عارف يسجل. بداتها محافظه الفيوم، بعد كده محافظه اسيوط، بعد كده محافظه بني سويف، بعد كده محافظه القليوبيه، والمحافظات الجايه تبعها. الكلام ده عشان نعمله ونبدا نروج للموضوع والتوجيهات مع الوزير ان الناس كلها تشتغل في الملف ده. حاجه اسمها مراكز الشباب خدمه مجتمعيه. الجزء ده ان المركز يشتغل مع الصحه، مع التربيه والتعليم، يشتغل مع لو في وحده قريه ما فيهاش وحده صحيه تعال حضرتك اشتغل في مركز الشباب هيستقبلك. القوافل الصحيه والقوافل الطبيه بتيجي مركز الشباب بنفتح لها مكان يحط فيه الادويه بتاعته والكشف، ومكان يستقبل فيه العربيات اللي هي بتاعت وحدات متكامله. الجزء الثاني الاختراع اللي هيبقى ان شاء الله الفتره اللي جايه في حاجه اسمها فيرتشوال يوث سنترز، مراكز الشباب الافتراضيه. دي ده مشروع كبير جدا جدا عملته وزاره الشباب والرياضه، وتم خلاص الانتهاء من المناقصه بتاعته ان احنا يبقى عندنا مركز شباب اونلاين. مركز شباب اونلاين كل حاجه هتبقى اونلاين. احنا اتقدمنا خالص يا دكتور، خلاص احنا كده وصلنا للعالميه. المركز ده بالذات هيبقى حاجه مختلفه تماما، اللي هو حضرتك دلوقتي احنا قلنا فئات كبار السن والناس اللي هم اللي ما بيقدرش ينزلوا من البيت، فئات الاطفال اللي احنا خايفين ان هم ينزلوا طبعا. القريه اللي ما عندهاش مركز شباب او ما عندهاش، الناس كانت في الاول بتقول ان دي حاجه رفاهيه ان هي ممارسه رياضه. طب احنا جبنا مره مدرب من الشرقيه بيتكلم على الاصابات وازاي يعالجها بالرياضه. حلو جدا. بيتكلم على ازاي ان انت اللي عنده سكر والضغط والكلام من ده ازاي نعمل لك نظام غذائي متفصل عليك انت مخصوص يبدا يشتغل معاك. تقريبا ما سبتوش ثغره في الموضوع، هي يعني وزاره الانسان المصري مجهودات محترمه جدا. هي وزاره الشباب اسمها وزاره الانسان المصري، يعني طبعا. احنا عندنا طبعا. بنشتغل عندنا السنه دي كمان اضافه على المراكز الشباب فئتين ما كانوش موجودين قبل كده في خطتهم، اللي هم فئه ذوي القدرات والهمم، الفئه الثانيه كبار السن والرواد. يعني كانت الاول مفهوم وزاره الشباب والرياضه ان احنا اخرها لغايه 40 سنه، وده كان فعلا ده وزاره الشباب والرياضه. دلوقتي الوضع اتغير تماما. دلوقتي بقى في خطه كل مركز شباب في نسبه 5% من الخطه بتاعته لذوي القدرات والهمم و5% لكبار السن والرواد. طيب ممكن نختم بحاجه لان خلاص الفقره فعلا انتهت. فكره هنا تشجيع الرياضه وتغيير الثقافه، لو بيبقى في قدام تعاون مثلا مع الجهات الحكوميه، فكره ان يبقى متوفر مثلا جيم لكل هيئه حكوميه باسعار مثلا مخفضه، دي تبقى كويسه جدا برضو لتشجيع ممارسه الرياضه للموظفين. بالمره بقى في وسط الحاجات الحلوه كتير الشباب الجامعات، يعني التنسيق مع الوزارات المختلفه دي تبقى اعتقد كويسه لو تم على ارض الواقع كمان. طيب بشكل كبير في حاجه ثانيه برضو عملتها وزاره الشباب والرياضه في الملف ده. طب سريعا بقى سريعا هي اللي هو الجيم اون اير اللي هو في المنطقه المفتوحه. وزاره الشباب والرياضه عامله مبادره مع الاداره في الاداره المركزيه للاداء الرياضي اللي هي بتعمل جيم في الشارع. يعني مثلا في مركز شباب الجزيره وحضرتك بتمشي فيه كده تلاقي فيه منطقه مفتوحه وفيها جيم. بدا الكلام ده في اسكندريه وكم محافظه شغالين على الموضوع ده، ان حتى الناس في الحدائق العامه تقدر تلاقي جيم. ده اللي عملها وزاره الشباب والرياضه برضو مع الانتاج الحربي وكم جهه ثانيه. هي شغل اكتر من ممتاز، وبنتمنى لحضرتك كل التوفيق انت وكل القائمين على هذه المنظومه المحترفه المحترمه. دكتور عباده حضرتك نورتنا، اهلا بيك. كل التوفيق يا دكتور باذن الله. العمل المحترم لازم يقدر، التوفيق ليكم باذن الله. انت هتسيبنا؟ انا طيران. انا طيران. احنا هنطلع فاصل يا حضرات، وان شاء الله ترجعوا بالسلامه من الفاصل تلاقوا نهاوند منوره الاستوديو مع ضيوفها الكرام في ثاني واخر فقرات الحواريه في حلقه النهارده. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. اتفضل.